بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، إن قراءة القرآن من العبادة التي لا حرج على العبد في التوسل بها إلى الله لتقضى حاجته. وذكر بعض العارفين خصائص عظيمة لخمس آيات، تحتوي كل آية على 10 قافات. من واظب على قراءتها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب كان ملطوفا به، وإذا قرأها سلطان أو حاكم زاد الله في ملكه وحببه الله إلى حاشيته ورعيته، وإن داوم عليها صاحب منصب أبقى الله عليه منصبه، وإن قرأها صاحب حاجة وسأل الله بعد قراءتها فإن الله تعالى يقضي حاجته. ومن واظب على قراءتها كان محبوبا عند سائر الناس مهابا عندهم. والآيات هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقد روي أن ملكا من الملوك كان له وزير، وكان الملك يبغضه، ولما زاد به الأمر أمر السياف وقال له: إذا أتى الوزير وأعطيتك الإشارة فاضرب عنقه. وكان كل يوم إذا أقبل الوزير على الملك ووقع نظره عليه يبدل الله تعالى تلك البغضة بمحبته ويأمر السياف بالانصراف. ولم يزل الملك على تلك الحالة مدة طويلة، إلى يوم من الأيام ركب الملك والوزير معه، فلما كان في بعض الطرق دنا الملك من الوزير ووضع يده على كتفه وقال: أريد أن أسألك عن شيء فلا تخف مني. فقال الوزير: اسأل ما بدا لك فإنني أصدقك فيما سألتني عنه. فقال الملك: اعلم أيها الوزير أنه ولا يوم يمضي إلا وأضمر لك الهلاك والقتل،
فحين تقبل علي وأنظرك تتبدل البغضة محبة، فأخبرني ما موجب ذلك وقل لي الحق، فإني قد عفوت عنك ولم يبق لك في باطني شيء من البغضة. فهل لك شيء من الأوراد والأدعية تدعو بها؟ فأخبرني بأمرك. قال الوزير: أيها الملك، إنه كان فقيه لي وهو الذي علمني القرآن، فقال يوما: أريد أن أتحفك بتحفة فاحترس عليها وصمها ولازم على قراءتها ليلا ونهارا، فإنك تأمن من سائر الأعداء ومن يريد لك السوء. وهي 5 آيات من القرآن، قد جمع في كل آية 10 قافات. فلما سمع الملك ذلك من الوزير تعجب وأحسن إليه وتعلم الآيات منه. أحبتي في الله، القرآن فضله كبير وأجره عظيم، فلا ينبغي للعبد أن يطلب بالقرآن شيئا من الناس، بل يطلب من الله تعالى. وعليك أن تستخرج من الآيات ما يناسب الحاجات، والأمثلة كثر على ذلك. مثلا قوله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون، يردد عند الإصابة بمصيبة الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وتكون البشرى للصابرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ولكن اعلم أخي الكريم أن القول يجب أن يصاحبه العمل، بمعنى يجب أن تكون صابرا مؤمنا بقضاء الله وقدره أولا، ثم تردد إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى تكون من الذين عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وفي الحديث أن عمران بن حسين رضي الله عنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. فليسأل الله به، أي فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، أو المراد أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله تعالى، وإما أن يدعو الله عقب القراءة بما شاء. وقد أخبرنا الله عز وجل أن القرآن شفاء، فقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، العاملين به. وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارة، إذ به تقوم عليهم الحجة. وقال ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فمن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله، ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله. وجاء في الآداب الشرعية لابن مفلح قال صالح، يعني ابن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى: ربما اعتللت، فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي: اشرب منه واغسل وجهك ويديك. ونقل عبد الله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ويصب على نفسه منه. فاقرأوا القرآن وتوجهوا إلى الله بالدعاء، فقراءة القرآن من أعظم القربات،
ومعلوم أن الطاعات يتوسل بها إلى الله في قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وتحصيل البركات. اللهم انفعني وإياكم بما قدمت، اللهم اجعل عملي هذا من العلم الذي ينتفع به بعد مماتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.